أكد سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين أن العلاقات الكويتية البحرينية ضاربة بجذورها في التاريخ ترويها أواصر القربة، مشيدا بالموقف البحريني في تحرير الكويت بان الغزو العراقي الغاشم. العلاقة الكويتية البحرينية كما يعرف الجميع علاقة متجذرة ضاربة في جذورها في أعماق التاريخ، ويغذيها الحقيقة شريان واحد من الدم الواحد ومن الأصل الواحد، ونحن يجمعنا مع البحرين روح الأسرة الواحدة والقربة. وكما يعرف الجميع حرص سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه وجلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى حفظ الله ورعاه، حرصهم الكبير على تطوير وتنمية هذه العلاقات في شتى المجالات، وبفضل من الله شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية في جميع المجالات والحمد لله. ودائما ما تؤكد قياداتنا بأن ما يمس البحرين يمس الكويت والعكس صحيح، ودائما ما يؤكدون على أن الأمن والاستقرار في منطقتنا كل لا يتجزأ. ونستذكر بكل تقدير وفخر الموقف الشجاع والمبدئي والأخوي لمملكة البحرين في نصرة الحق الكويتي إبان الغزو الصدامي الغاشم لدولة الكويت، وكانت القوات البحرينية في طلائع قوات تحرير دولة الكويت، وقد امتزج الدم البحريني بالدم الكويتي وقدموا ملحمة يعني وطنية رائعة تجسد يعني عمق ومتانة العلاقة الأخوية بين البدنين الشقيقين. الله يديم الأفراح والمسرات على مملكة البحرين ودولة الكويت، والأمن والاستقرار لهم إن شاء الله.